إذا كنت تهتم بالناس فأنت على استعداد للتصرف، ليس فقط برأفة ولكن أيضا بشجاعة. إيريك كريتنز. من المحتمل أن يكون الاهتمام بالناس قدرة كامنة لدى أي شخص. لماذا إذن تبقى خاملة عند البعض دون البعض الآخر؟ ربما أولئك الذين عانوا من الصدمة في الطفولة أو الحرب في شبابهم أو العزلة في مرحلة البلوغ يفتقرون إلى القدرة على الشجاعة والرحمة. يبدو أن قسوة التجارب القاسية تقضي على تلك القدرة. يؤكد هذا الواقع المؤسف على ضرورة الهدوء والسلام والتواصل بين الناس من جميع نواحي الحياة. كلمة طيبة تزرع الرعاية.